جنرال حلو، اهلا وسهلا فيك. وهيك رح تخبرنا لقاءة تعريفية عن حالك. انا العميد المتقاعد خليل الحلو. خدمت بالجيش 28 سنة، من مواليد بعبدا 1956، ربيت بين زيتونات بعبدا ومع رفقات عمري بضيعتي، بعني بسميها ضيعة، هي بعبدا اليوم أكبر من مدينة ولكن بالنسبة لي بعدها ضيعة. وأول 10-12 سنة من عمري يلي قضيتهم بشكل تقريبا دائم، هودي أثروا في مدى العمر وعلموني أول شيء محبة الناس، علموني التعلق بالأرض والتعلق بلبنان، خاصة بالمدرسة. يعني وقت اللي كانوا يحكونا عن لبنان، مع الأسف اللي شفناه بعدين برات المدرسة غير اللي كنا نسمعه، ولكن بعدها رواسب اللي تعلمناه واللي سمعناه بعدها هي اللي عم تسأل كل التصرفات يلي عم بتصرفها اليوم، إن كان تجاه الوطن ولا تجاه البيئة الاجتماعية اللي أنا فيها ولا تجاه عائلتي. من بعد هالفترة هيدي انتقلت على مدارس خارج بعدها وتحديدا ببيروت، وهونيك صرت اختلط مع شباب من غير طوائف، وما كان ما كنت أعرف شو الفرق، وما كان بالنسبة لي ما في فرق، كلنا مثل بعضنا. إلى أن بلشت الجامعة وإجت الحرب الأهلية، هونيك وعينا إنه في فرق، إنه في شيء اسمه مسيحي، في شيء اسمه مسلم، في شيء اسمه درزي، في شيء اسمه سني شيعي. هودي قبل ما كنا نعرف ابدا شو الفروقات يلي بيناتهم. هلا يمكن خطا انه ما علمونا اياهم بالمدارس، انا برايي لازم المدارس تعلم هالشيء حتى الواحد ما ينصدم ويحتك بهالواقع هيدا بطريقه خاطئه او بطريقه ممكن تولد تباعد او حقد او كراهيه. بالعكس، لازم واحد يقارب هذا الموضوع بمحبه، ولازم يقارب هالموضوع بعقلانية، ولازم يكون عنده وعي انه هو والاخر مثل بعضهم، مع انه بنسميه اخر هديك. نعم. لانه عم نواجه نفس المشاكل كلنا سوا. نعم. بس مع الاسف وقت المشاعر السلبية بتطلع بنصير نواجه بعضنا بدل ما نواجه المشاكل. هذا يلي عشته كل هالعمر، ويلي اليوم عم جرب قد ما فيني انه احكي عنه لحتى أولادي وقريبيني ومعارفي ما يوقعوا بالأخطاء اللي نحنا وقعنا فيها بالسابق. نعم. هلا ببداية الحرب الأهلية طبعا كنا ضمن بيئة خايفة على حالة من الزوال. بلشت الحرب بين الفلسطينيين والمسيحيين. الفلسطينيين بهداك الوقت كانوا مسلحين، كانوا بلبنان، هذا على القليلة هيك نحنا كنا نشوف. بعدين لما صرنا نقرأ صرنا نشوف تفاصيل تانية مش بوارد هلأ نحكيها هون، ولكن بوقتها كان عنا قناعة أنه عم نخوض حرب وجود. وأنا شاركت مع المقاومة أو المقاومة المسيحية في حينه في محاربة التنظيمات الفلسطينية. تحولت الحرب الأهلية بعدين، من بعد ما تحولت الحرب الأهلية بلشنا نوعى، بلشت أوعى أنه هو رفقاتي اللي كانوا معي بالمدرسة حني تاني مايل، وفعلا كانوا تاني مايل، يعني كنا قاعدين على نفس المقاعد بالليسي، وعرفت انه تاني ما يلي اللي كنا قاعدين معهم بالمدرسه يحن بوزنا، وهذا شيء كثير يعني كثير كثير في شراره. يعني هون بلشت اطرح على نفسي اسئله. نعم. انه ليش عم نقتل بعضنا؟ نعم. الى ان صار عندي قناعه انه المطرح الوحيد يلي فيني اخدم فيه لبنان هو الجيش العسكري. وعلى هالاساس اتطوعت بالجيش سنه 1984، من بعد ما حصلت على دبلوم بالصيدلي من جامعة القديس يوسف ببيروت، جامعة اليسوعية، ومن بعد ما عملت اختصاص بالعلوم الغذائية وتكنولوجيا الغذاء بالجامعة الأمريكية في بيروت لمدة 4 سنوات. يعني من بعد كل الاختصاص. نعم. من بعد كل هالمراحل هيدي، ومن بعد ما تزوجت وصار عندي بنت الله يخلي كل أولاد العالم، قررت انه هذا المطرح الوحيد يلي شفت انه هذا المطرح الوحيد يلي بقدر اخدم فيه لبنان بنظافه. نعم. هيدي كانت قناعتي سنه 1984. حاولت بوقتها اتطوع بالجيش بالتطوع عادي كتلميذ ضابط بالمدرسه الحربيه، ولكن رفض الطلب لاني كنت متاهل وكان عندي بنت. نعم.
فالباب الوحيد اللي سمح لي فوت على الجيش هو باب الضابط الاختصاصي، وعلى هالاساس تطوعت وخدمت بالجيش 28 سنه. نعم. هلا شو علاقتك بالمؤسسه العسكريه؟ هلا المؤسسه العسكريه كانت مدرسه ثانيه لي بالحياه. هونيك احتكيت باللبنانيين من جميع المناطق. وبالمراحل الاولى لخدمتي العسكريه بين 84 و90 كان عندنا مواجهه مع السوريين ومع الفلسطينيين، وطبعا انا ما كنت بالقطع المقاتله، جربت روح على القطع المقاتله ولكن ما نجحت فيها، قياده الجيش مش كثير قبضتني جد بهذاك الوقت. نعم. هلا سنه 90 وقت اللي صار اللي صار ودخلوا السوريين وسيطروا على الوضع بلبنان كله، رجعت على القطاع الطبي بالكامل، وتم تشكيلي على طرابلس سنة 95 تم تشكيلي تأديبيا على طرابلس بسبب خلاف مع احد الضباط اللي صرت انا وياه الاخوه بعدين. نعم. ولكن خلاف انا وياه خلاف سطحي يعني ما بيحرز نحكي عنه، ادى الى تشكيلي على طرابلس. طبعا كنت كثير مزعوج انه بيتي بالعدا وخدمتي بطرابلس تبعد 100 كيلومتر عن بيتي، ولكن اليوم بقول انه هالتشكيلات كثير اثرت فيي واثرت بطريقه تفكيري، لاني تعرفت على اولاد الشمال وتعرفت بشكل خاص على اولاد طرابلس. اليوم وقت نحكي عن طرابلس ببعض الاوساط بلبنان بالنسبه لهم طرابلس قندهار. بحب طمن كل الناس انه طرابلس مش هيك ابدا، انه اطيب ناس تعرفت عليهم هن بطرابلس، الاوفياء بطرابلس. انا تركت طرابلس سنه 2003، صار لي 14 سنة ترك. من 14 سنة لليوم ما وقف التواصل مع أولاد الشمال وتحديدا مع أولاد طرابلس، أولاد عكار وأولاد كل الأقضية يلي بمنطقة الشمال. نعم. أنا خدمتي بمنطقة الشمال جعلتني شوف لبنان بمنظار آخر، وجعلتني حط حالي محل هالناس يلي من الاستقلال لليوم حرموا من أمور كتير وقلة مكانه عم يحصلوا على الحقوق يلي لازم يحصلوا عليها. ما عم بحكي على المستوى الشخصي، عم بحكي كمنطقة. نعم. ما نعطي حقها. طرابلس قبل القرن العشرين كانت أهم من بيروت كمركز تجاري وكمركز. لما انتقل التقل التجاري والسياسي على بيروت بلاد طرابلس حسوا على حالهم إنه رجعوا لورا، إنه ما حسوا على حقوقهم بي 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 من الاستقلال. هيدي واحدة اللي بيشوفها. نعم. ولازم نشوف ليش الجماعة هون مزعوجين من هالوضع هيدا ببعض الأوقات. بحبوا شغلة تانية، شهداء الجيش قسم كتير كبير منهم من مناطق الشمال من عكار وماتوا على جبهات ببيروت، كانوا عم يدافعوا عن بيئة مش لهم وما ترددوا إنهم يجوا على الخدمة وإنهم يدافعوا وإنهم يسقطوا شهداء. ما في مدخن بعكار سني أو مسيحي، ما في عسكري شهيد وين ساقط، يا بسوق الغرب يا بعين الرمانة يا بيروت يا بفرشيما يا بالدوار. هيدي كمان هون بده ينعطى حقه الشمال. الشمال ضحى لبنان كله بأحلى مراحل الحرب، وهالرابط يلي بيني وبين ولاد الشمال وتحديدا ولاد طرابلس يلي هني لا من طائفتي ولا من مذهبي أنا، جعلني إنه صير من بعد تركت الجيش صير مزاهد او اذا بدكم مناضل من اجل اعاده بناء الثقه بين الطوائف وبين المذاهب اللبنانيه. نعم. المشكله هي مشكله ثقه. اليوم بتقولي لأهل جبل لبنان بتقولي له ابن طرابلس بيشوفوا انه الشيطان، بيشوفوا انه طلع له نياب وانه جاي يخزنه وطلع له ضفير بده ياكله. العكس صحيح، بتحكي قدام ابن طرابلس عن ابن عين الرماني او عن ابن بكفايه مثلا، يا لطيف هيدا جاي بده يبيدني بده يشيل، مع انه هالشيء هذا مش مضبوط لانه انا قعدت مع البيئتين لمده كافيه 6 سنين بالشمال الى حتى اعرف انه في نظره خاطئه، في انعدام ثقه بين الطوائف. وعلى هالاساس اليوم انا مناضل لاعاده الثقه بين الطوائف اللبنانيه وضمن حركه اسمها حركه لبنان الرساله، مش بوارد اليوم نحكي عن تفاصيل اليوم. بس هيدا عميد بدي اسالك عنكم، ماذا بعد التقاعد وما هي خطتكم المستقبليه؟ هيدي حركه لبنان الرساله بعد التقاعد، هذا اللي عم نعمله. نعم. فاليوم حركه لبنان الرساله شغلتها
تغيير الذهنية شغلتها تحقيق المصالحة الحقيقية مش التفاهمات على الورق. المصالحة الحقيقية بين المقاتلين والمتقاتلين وهذا الشيء صار. نعم. بين ضباط القوات اللبنانية وضباط من الجيش، بين ضباط من الجيش وناس قتلوا بالأحزاب اليسارية سابقا، هذا الشيء صار ومستمر وسيستمر وبإذن الله لازم يتوسع. هذه أول مهمة. المهمة الثانية مثل ما قلتها وهذه ثالث مرة أقولها، إعادة بناء الثقة بين الطوائف. وعلى الأساس كنا أول المتواصلين مع مختلف أفريقيا في طرابلس خلال حروب طرابلس، حروب المحابر بطرابلس. نحن ما تركنا حدا ما اتصلنا فيه من يلي بيعتبرون من أقصى السلفيين للمعتدلين، ما تركنا حدا ما حكيناه وقلنا له نحن معكم. نحن بدنا نفرج الصورة الحقيقية عن طرابلس يلي عم بقوصوا على المحاور، وما بمحسوا طرابلس أبدا. طرابلس فيها نصف مليون خليقة من طرابلس ومن خارج طرابلس اللي كانوا عم يتقاتلوا على المحاور ما بيتعدوا العشرات، وعم يعطوا صورة خاطئة عن مدينة مثل ما هي. وهذه كانت أولى خطوات اللي عملناها حركة لبنان الرسالة. هلا خارج حركة لبنان الرسالة أنا أنتمي إلى منتدى بيروت الذي هو تجمع سياسي يضم شخصيات مستقلة ويضم 23 حزب وتنظيم ناويين يشتغلوا سوا كمعارضة في الانتخابات المقبلة، ومع إمكانية إنشاء جبهة سياسية حقيقية من أجل بناء لبنان الأفضل يلي حكيت عنه، يلي هو لبنان الدولة، لبنان المؤسسات، لبنان حيث السلاح حصرا هو في يد المؤسسات الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن وأمن عام، وحيث استعمال القوة العسكرية محصور فقط في مؤسسات الدولة اللبنانية. نحن عم نشتغل لهالهدف، نحن عم نشتغل لمكافحة الفساد السرطاني اللي صار سقافة بين الناس. مع الأسف الفساد مش بس في المؤسسات، إنما بيعقول الناس ما في بالمؤسسات غير فساد، وقت بفوتوا على مؤسسات الدولة بيحضروا حالهم للرشوة. عم بحكي عن الناس مش عم بحكي عن موظفين الدولة. كمان نحن ضد التعاطي يلي السلطة الحالية عم بتقوم فيه مع الناس. في أوليغارشيا حكم البلد 5-6 بياخذوا القرارات كلها عن كافة اللبنانيين، والنوابنا نواب الأمة المفروض فيهم يحاسبوا ما عم بيحاسبوا، مثل ما بيقولوا لهم زعمائهم الـ5-6-7 اللي حكيت عنهم، هو اللي بياخذوا القرارات. النواب اللي بيسموا مجلس الوزراء ساحة قتال بدل ما يكون ساحة عمل، وقت لوقت بيكون ساحة عمل بس بمعظم الأوقات هو ساحة خلافات. نحن هالشيء هذا رافضينه. بعرف إنه طريقنا طويل جدا، بعرف إنه توقعاتنا مانا كتير عالية، نحن واقعيين، ولكن في مطرح لازم نبلش فيه، لأنه اللبنانيين بيستاهلوا وبيستحقوا يكون عندهم ناس عم تشعر معهم وعم تجرب تشتغل للأفضل، وراح نوصل للأفضل. هذه كلمة أخيرة جنرال. نعم، ممنوع اليأس، ممنوع اليأس. نحن شعب لبناني مر علينا من سنة 75 لليوم 42 سنة حروب وأزمات. في جيل، في أجيال خلقت بالحروب والأزمات، ما شافت غير حروب وأزمات. أنا بنتمي لجيل خلق قبل هالمرحلة، شاف لبنان الحلو، ونحن أكيد ممكن يكون عندنا لبنان أحلى بكثير مما هو اليوم. وبالتالي ممنوع اليأس، نحن أولاد الأمل وربنا ما بده حدا. على هيك جنرال وصول لنا في رسالتك. بعد